بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الدرس الرابع من الوحدة السادسة، الاكتتاب في كامل الأسهم وطلب تسديد جزء من القيمة الإسمية للسهم. فقد يطلب عند الاكتتاب تسديد جزء من القيمة الإسمية للأسهم المبتدأ فيها، ويسدد الجزء الباقي في وقت لاحق تحدده الشركة. مثال: تم إنشاء شركة مساهمة برأس مال يبلغ 50 مليون ريال، قيمة السهم الإسمية 100 ريال، اكتتب المؤسسون في 25% من الأسهم، وطرح الباقي للاكتتاب العام، وطلب تسديد 50% من القيمة الإسمية للسهم، وقد تم ذلك. المطلوب تسجيل قيد اليومية اللازم لإثبات ذلك. قيد اليومية يتم تسجيله كالآتي: من حساب البنك إلى حساب رأس المال 250 ألف ريال، 250 ألف ريال اللي هو 50% من رأس المال البالغ قدره 50 مليون ريال. وعندما تطلب الشركة سداد القسط الثاني، فإنها تعلن ذلك للمساهمين وتحدد البنوك التي يتم التسديد عن طريقها، ويتم إضافة المبلغ إلى رأس المال بقيد مشابه للقيد السابق ليصبح رأس المال 50 مليون ريال. بمعنى أنه في الاكتتاب في الجزء الأول تم تسجيل قيد من حساب البنك إلى حساب رأس المال ب50% من المبلغ، وفي الجزء عند طلب القسط الثاني يتم تسجيل نفس القيد بمبلغ 250 ألف ريال الباقية. ولكنه قد يتخلف بعض المساهمين عن تسديد القسط الثاني عندما تطلبه الشركة، وفي هذه الحالة عندما يتأخر بعض أو يتخلف بعض المساهمين عن تسديد القسط الثاني عند طلبه من قبل الشركة، فإن الشركة في هذه الحالة تقوم ببيع السهم في مزاد علني وتستوفي المبالغ المستحقة لها من حصيلة البيع وترد الباقي لصاحب السهم. وإذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بالمبالغ المستحقة للشركة، جاز لها أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. وقد تبيع الشركة الأسهم بالقيمة الإسمية أو بأكثر من القيمة الإسمية أو بأقل من القيمة الإسمية. وفيما يلي مثال لتوضيح هذه الحالات. مثال: نفترض في المثال السابق أن أحد المساهمين اكتتب في 1000 سهم، سدد 50% من قيمتها عند الاكتتاب، وعندما طلب تسديد القسط الثاني اعتذر فباعت الشركة أسهمه. المطلوب تسجيل قيد اليومية اللازم لإثبات ذلك، بافتراض أن البيع تم بالقيمة الإسمية 100 ريال، بأكثر من القيمة الإسمية 160 ريال، بأقل من القيمة الإسمية 75 ريال، و45 ريال. المطلوب تسجيل قيود اليومية اللازمة. أولا: قيد اليومية في حالة البيع بالقيمة الإسمية. تخلف هذا المساهم واكتتب في 1000 سهم، سيتم بيع 1000 سهم بالقيمة الإسمية بـ100 ألف ريال. 1000 سهم في 100 ريال، 100 ألف ريال من حساب البنك إلى مذكورين، 50 ألف ريال رأس المال، و50 ألف ريال ملاك الأسهم المباع، باعتبار أن هذا المساهم اكتتب فيه 50% وتبقى له 50% من 1000 سهم. قيمة 1000 سهم في 100 ريال، 100 ألف ريال. دفع منها 50 ألف ريال في القسط الأول، وعندما طلب منه القسط الثاني 50 ألف ريال اعتذر فبعت هذه الشركة الأسهم كل الأسهم بالقيمة الإسمية، وقيمة البيع 100 ألف ريال. استوفت المبالغ المستحقة لها 50 ألف ريال، وردت الباقي لملاك الأسهم المباعة، وعليه يكون القيد 100 ألف ريال من حساب البنك إلى مذكورين، 50 ألف ريال حساب رأس المال، و50 ألف ريال حساب ملاك الأسهم المباعة. وفي حالة قيد اليومية في حالة البيع بأكثر من القيمة الإسمية، يتم تسجيل القيد كالآتي: 160 ألف ريال من حساب البنك، وهي ناتجة عن
1000 سهم في 160,000 ريال قيمة السهم، بيع السهم إلى مذكورين 50,000 ريال رأس المال، واللي هي القيمة المستحقة، المبلغ المستحق للشركة، وتم رد الزيادة 110,000 ريال إلى ملاك الأسهم المباعة، اللي هي 160، يطرح منها 50,000 ريال، الباقي 110,000 ريال يتم ردها إلى ملاك الأسهم المباعة. أما في حالة قيد في حالة بيع الأسهم بأقل من القيمة الاسمية بمبلغ 75,000 ريال، يتم تسجيل القيد كالآتي: 75,000 ريال من حساب البنك، واللي هي 1000 ريال في 75 ريال، 75,000 ريال إلى مذكورين حساب رأس المال، وهو المبلغ المستحق للشركة 50,000 ريال، وتم رد الزيادة 25,000 ريال إلى ملاك الأسهم المباعة. وعليه فإنه تم بيع الأسهم بأقل من القيمة الاسمية، واستوفت الشركة المبالغ المستحقة عليها، وردت الزيادة إلى حساب الملاك، حساب ملاك الأسهم المباعة. وفي حالة بيع الأسهم بمبلغ أقل من القيمة الاسمية 45 ريال للسهم، يكون القيد من مذكورين 45,000 ريال حساب البنك، ويتضح لنا أن هذا المبلغ يقل عن المبلغ المستحق للشركة، والمبلغ المستحق للشركة 50,000 ريال، وبالتالي أن هذا المبلغ أقل من ما هو مستحق، وبالتالي أن الشركة تستوفي بقية المبلغ من أموال هذا المساهم. وبالتالي يكون القيد كالآتي: من مذكورين 45,000 حساب البنك حصيلة البيع، و5,000 حساب ملاك الأسهم المباعة، اللي هو الفرق بين المبالغ المستحقة والمبالغ التي وحصيلة بيع الأسهم، إلى حساب رأس المال، إلى حساب رأس المال. وقد يتم سداد جزء من رأس مال الشركة في شكل أصول غير نقدية، فقد يتنازل بعض المؤسسين للشركة عن أصول يمتلكها مقابل عدد من أسهم الشركة، وقد يتنازل بعض المؤسسين للشركة عن أصول يمتلكها مقابل عدد من أسهم الشركة. ونوضح ذلك بالمثال التالي: نفترض أن صاحب مؤسسة للنقل ادخر صاحبها مع مجموعة من رجال الأعمال مؤسسين لشركة مساهمة للنقل على أن ينقل للشركة أسطول سياراته التي قيمها المؤسسون بمبلغ 5 مليون ريال. المطلوب تسجيل قيد اليومية اللازم لإثبات ذلك. الحل هيكون القيد كالآتي: من حساب سيارات النقل إلى حساب رأس المال 5 مليون ريال، 5 مليون ريال، باعتبار أنه إذا حصل دفع، تم دفع نقدا، حيكون من حساب البنك إلى حساب رأس المال، ولكن تم دفع سداد جزء من رأس المال في شكل أصول غير نقدية، وهي سيارات، حيكون القيد من حساب الأصول ومتمثلة في سيارات النقل إلى حساب رأس المال. وقد يتم سداد جزء من رأس مال الشركة في شكل أصول وخصوم منشأة فردية أو شركة تضامن. ونفترض أن صاحب مؤسسة للنقل دخل صاحبها مع مجموعة من رجال الأعمال مؤسسين لشركة مساهمة للنقل على أن ينقل للشركة أسطول السيارات التي قيمها المؤسسون بمبلغ 5 مليون ريال، على أن تتولى عنه سداد ديون قدرها 1 مليون ريال، وتقبل صاحب مؤسسة النقل مؤسسا في الشركة المساهمة ب40,000 سهم. المطلوب تسجيل قيد اليومية اللازم لإثبات ذلك. قيد اليومية يكون كالآتي: 5 مليون من حساب سيارات النقل إلى مذكورين حساب الدائنين وحساب رأس المال، بمعنى أنه قدم أصول غير نقدية بمبلغ 5 مليون ريال متمثلة في سيارات النقل إلى مذكورين، اللي هي رأس ماله، عليه ديون تحملها عنه الشركة بمبلغ 1 مليون ريال، والباقي يعتبر رأس مال هذا الشخص فيه كمساهم أو كمؤسس في شركة المساهمة بمبلغ 4 مليون ريال.